أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام، ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرموقنا من قصيدة مفعمة بالحماسة والشموخ للمفكر والأديب المصري الشهيد سيد قطب، نظمها في سجون جمال عبد الناصر، ففاضت قريحته باليقين بالله والثقة بوعده الحق والتطلع إلى الغاية العظمى رضوان الله وجنته. في أغسطس عام 1965 اعتقل سيد قطب، وحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر على أمن الدولة. فعبرت قصيدة أخي أنت حر عن موقف جلل عاشه الشاعر في أروقة السجن قبل إعدامه بأسابيع، عندما سلم عليه أحد السجناء بحرارة أشعرته بعاطفة الأخوة وألهمت وجدانه. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. في أغسطس عام 1966 أعدم سيد قطب، لكن قصيدته ظلت قناديل مضيئة وقصة راسخة تحكي عذابات أجيال في السجون من القادة السياسيين الإسلاميين واليساريين والحقوقيين، وتحولت إلى نشيد للمعتقلين في العالم العربي الذين سيقوا إلى الزنازين ظلما وقهرا لمعارضتهم طغيان الملوك والرؤساء المستبدين، فزادتهم إيمانا ويقينا بعدالة قضيتهم. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستذل ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح، سأثأر لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين.